إذن مشاهدينا سننتقل الآن لمتابعة تفاصيل الجينية لسرطان الثدي مع دكتورة عليا كيوان، وهي دكتورة باحثة في بيولوجيا السرطان الجزيئية وعلم الجينات، حاصلة على درجة دكتوراه من كلية الطب في جامعة هايدلبرغ بمركز السرطان الألماني. أهلا بك دكتورة، نتشرف باستضافتك ونتشرف بامرأة عربية على رأس مركز أوروبي للبحوث الطبية حول السرطان. أهلا وسهلا فيكم، تشرفت فيكم، أهلا وسهلا. دكتورة عليا، نحاول أن نعرف المشاهد على الفحص الجيني وأهميته في الكشف المبكر عن سرطان الثدي. تماما، أنا إن شاء الله رح أحكي عن أهم 3 جينات، طبعا اللي إذا اكتشفوا إنهم مطفرين عند المريض عند السيدات فبيكون مؤشر لسرطان الثدي. هاي الجينات اللي هي BRC1, BRC2 and BALB2. هلا امتى احنا ممكن نطلب الفحص الجيني؟ بداية انه لازم يكون في العائلة، اللي هي احنا بنسميهم روابط الدم في العائلة، اللي هي طبعا انه يكون احد من العائلة اصيب بالسرطان، مثل الام، الجدة من الأم، الجدة من الأب، الأخوات والخالات والعمات. إذا كان حصل إصابة أو كان في أي سيدة من هؤلاء السيدات القريبات مصابة بسرطان الثدي، يجدر بالسيدة إنها تعمل الفحص الجيني حتى تتأكد إذا كانت حاملة لهذا الجين وراثيا. كذلك إذا كان طبعا بالنسبة للقريبات، إذا كان تشخيصهم لسرطان الثدي كان تحت سن 50، هنا بكون الوضع ايضا طبعا مؤشر خطر، انه مثلا زي العمه او الخاله او الجده اصيبت بالسرطان تحت سن 50، لابد للسيده برضه انه ايش، انه تلجا وتعمل الفحص الجيني حتى تتاكد من وجوده او سلامتها منه. كنا نتحدث عن المواد الغذائيه المسرطنه، ما مدى صحه هذه الدراسات دكتوره؟ مثل ما حكينا بالنسبه للمواد الغذائيه المسرطنه، في أغذية ضارة بالصحة، يعني مثلا خلينا نحكي مثلا الأغذية اللي هي طبعا مثل اللحوم المصنعة، مثلا الفاست فود وما إلى ذلك، بكون فيها مواد مسرطنة، هي طبعا ناتج عن مواد حافظة، مواد كيماوية موجودة في طبعا في هذه طبعا الأغذية. فبالتالي إنه إحنا لما بنحكي إنه لازم السيدة تكون عندها عادات صحية جيدة، انها تتجنب طبعا انها تتناول هاي طبعا المواد الغذائية حتى انها تتجنب السرطان. يعني مثلا خليني اضرب مثال، مثلا بعض اللحوم المصنعة لما يتم هضمها بالامعاء بتنتج مادة اسمها الان نيتروز. هذا الان نيتروز بتحطم المادة الوراثية بالخلايا، وطبعا بتؤدي مثلا لحدوث السرطانات مثل سرطان القولون على سبيل المثال، ومنها ممكن ايضا يؤدي الى سرطان الثدي. طبعا الدراسات في هذا الموضوع طبعا كثيره، ممكن انت مثل ما حكيت في بعضها متضاربه، لكن الاكثر منها اللي هو صحيح. نعم، ماذا عن يعني نمط الحياه المناسب سواء للرجل او المراه للوقايه من مختلف الامراض السرطانيه، ليس فقط سرطان الثدي، هل من نمط حياه محدد؟ هي احنا بنحكي دائما نمط حياه صحي، اللي هي طبعا الابتعاد او قطع التدخين تماما، المحافظه على طبيعه غذائيه صحيه، نبتعد قدر الامكان عن الاغذيه المصنعه والاغذيه الجاهزه والمشروبات المصنعه، ممارسه الرياضه، الابتعاد عن المواد الكيماويه سواء اللي موجوده في المنظفات او الموجوده في مواد التجميل، ايضا الابتعاد عن تناول الكحول. بتخيل هاي المجموعه كامله، اذا السيده حافظت على نفسها في كل يعني ممارستها بشكل جيد بتوقي نفسها بنسبه كبيره من السرطان. لكن اذا دعيني بس اذكر نقطه مهمه جدا في موضوع يبدو أنه انقطع الاتصال مع دكتورة علياء كيوان الباحثة في بيولوجيا السرطان، كانت معنا عبر سكايب من ألمانيا.